فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إنه يدرس في جامعة خارج المملكة، والدراسة في هذه الجامعة يتحتم عليه في القاعة أن يختلط بالطالبات في هذه القاعة، يقول فما الواجب علي كطالب هناك؟ الواجب عليه لا يدرس في هذه الجامعة، الجامعات كثيرة، يذهب إلى جامعة أخرى ليس فيها اختلاط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.